تولداتون كأديس أبابا 449 كيلومتر رقعت لاي يمت جنيوان يا بونغا كتما أدرقو ببونغا يمجمرا درجات مرتاتون كأدرقو بوهلا ودى جمع بمهيد يهولتن يا درجات مرتاتون كتلو أنستن يا ينرو درجة كالاتشو بيت سواتشو يتفترو مرت إثيوبياوي يا أمريكا ساينتيست دكتور كتاوجيغو دكتور كتاوجيغو ببحر دار تكنيك كوليج بأغرو ميكانيكس بكفتن يوم عرق بممرق وده جابان ينز اي تمرت الدل بمغنيت بإيكونوميكس ناقنقوا يتماروسيون كزيان بحالا يتكنولوجي ناتو دهونتشو أمريكا كاليفورنيا بممقوز ماسترس ديگراتشو نيازو بزيم سايقومو PhD بسپيس انجنرينج ياتنوسيون ناساوستم تكترو سرتوال كازيم بوهالا منكورا كورن ديزاين بمادرقنا بماسونجف جارقان بمرقد مارسن لموك بتدرقا وطاورد عشاراتشو عالا يهننننا مثل نقروتشن يميتاركو انتيهم دكتر قطاوجيغو ماناتشو لعالماتشن من سراوتشن عبركتوال كازياس بوهالا بمن هونيتا هيوتاتشو عالفة يميلون عدق على هيدت عستنتنو يمياساين لجاتشن يتسانيو زقابي فيلم جنبوت هازت انقن هولتشي سوات عمت مهرات بهيلتن هوتيل تمرقل بألتو يتلايو انقدوتش يتغنيسيون يألتو يكبر انقداي هونوت يكادمو يأديس هواكة تماكنتبا عطو برهان دريسا بمكفشان قكراتشو ندقلزوت دكتر قطاوجيغو لعالماتشن بتفر تمرا مارينت يابركتو تأستوازو يميدنك اندهونة عبولتو تناقروال زقابي فيلمونم اندي مرق አድርጓል በሌላ በኩል ልጃችን የተሰኘው ይህ ፊልም ፕሮዲዩሰርና ዳይሬክተር ያደረገው የዶክተር ቅጣውጅጉ የእህት ልጅ አቶ ዮሴፍ ኦነቱ እንደገለጹልን ይህን ዘጋቢ ፊልም ለመስራት ከቦንጋ እስከ አሜሪካ ብዙ ጥናትና በርካታ ውጣውረዶችን አሳልፈን በሁለት አመት ከስድስት ወር ውስጥ እንደተጠናቀቀም ገልጿል በአጠቃላይ በገንዘብ ደረጃ ከ1.5 ሚሊዮን ብር ያላነሰም ወጪ ተደርጎበታል ልጃችን የተሰኘው የዘጋቢ ፊልም 48 ደቂቃ የሚፈጅ ነው ዶክተር ቅጣውጅጉ ባለስዳርና የሶስት ልጆች አባት የነበሩ ሲሆን በነበራቸው ከፍተኛ የልብ ህመም ችግር በድንገተኛ ሁኔታ የቅርጫት ኳስ ሲጫወቱ ከቆዩ በኋላ ልባቸው በመድከሙ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጥር 13 2006 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ዘጋቢ ፊልሙ ያሳያል ልጃችን የተሰኘው የዘጋቢ ፊልም እጅግ ቀልብን የሚስብ እንደሆነ የድሬቲዮብ ዝግጅት ክፍል የተመለከተ ሲሆን ልጃችን ዘጋቢ ፊልም ሰኔ 20 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በሚሊኒየም አዳራሽ ለይታ ይቀርባል ከዚህ ፊልም 20 በመቶ ገቢ ሜርሲ ለተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ይውላል ሜርሲ ግብረሰናይ ድርጅት ማንኛውም ተማሪ ያለምንም የምግብ እጦት እንዲሁም ትምህርታቸውን ያለምንም ችግር እንዲያከናውኑ የሚረዳ ድርጅት ነው ስለተከታተላችሁን ያመሰገነን ሰኔ 20 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በሚሊኒየም አዳራሽ የሚታየውን ልጃችን ዶክመንተሪ ፊልም ሁሉም ሰው ሊያዩ የሚገባ ስለሆነ ሁላችንም ሰኔ 20 ቀን ሚሊኒየም አዳራሽ እንገናኝ አንድ ሰው በህይወት ዘመን ውስጥ ሁሉ ይወዘል ድገት ያስመዘግብ የሚችል ቢሆንም እድለኛ ሰው ግን ምሳሌ ነው በፈተና ውጤት ሁሉ ጊዜ 100 by 100 ክታው እጅጉ ነበር የሚለው አስተማሪው አው ትልቅ ሳይንቲስቶች ኢንጂነሮች በከሞላ አሜሪካ በተሰበሰቡበት ቦታ ውስጥ መግለጫ በፓወርፖይንት ሲሰጥ ሁላቸው መደው ልክ አፋቸው ይዘው ነበር አንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል እስኪማር ድረስ እዚሁ ቤት ነበር ዋው! እስቴላ! እንደምን? ባስኬት ውስጥ ጫወት ነው። ቅጣው ማለት እውነተኛ ኢትዮጵያ ልጅ ማለት ነው።